من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال بالنسبة إلى قبر السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، هناك مورد اختلاف في أين هو مكان القبر الشريف. الجواب على أنه كما قال هو الأخ المرحوم السيد شيرازي وعدة من العلماء على أنه زينب الكبرى في الشام، وزينب الوسطى في مصر، وزينب أخرى وتكنى بأم كلثوم هي زينب الثالثة، وتوفيت في زمن الإمام الحسين عليه السلام ودفنت في المدينة المنورة وهي زينب الصغرى كما نقل المرحوم الأخ عن بعض من العلماء. نماز ظهر نخونده اونجا عدول به ظهر میکنه و بعد نماز عصر میخونه، فرق میکنه داخل نماز یادش بیاد یا بعد نماز. سلام علیکم. اینجور که بعضی علما فرمودن، مرحوم اخوی هم توی ادعا و زیاره نقل کردن، اینه که زینب کبرا سلام الله علیها تو شام هستن، زینب وسطا که ام کلثوم هستن تو مصر هستن، یه زینب دیگه بوده بیغا مکنا به ام کلثوم سیوم که زمان خود امام حسین علیه السلام که مدینه تشریف داشتن، این از دنیا رفت و تو همونجا دفن شد، زینب صغراست. اینجوری مرحوم اخوی از بعضی نقل کردن. بله السؤال حول الدعاء الشريف في شهر رجب المرجب الذي يرويه محمد بن ذكوان عن الإمام الصادق عليه السلام، وأن يمسك الإنسان بمحاسنه ويقول يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعم والجود إلى نهاية الفقرة، هل بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة أو هناك تفصيل آخر؟ الجواب على أنه هناك اختلاف بالنسبة إلى من أين يمسك الإنسان محاسنه، من أول الدعاء إلى نهايته أو الفقرة الأخيرة. يا ذا الجلال والإكرام. الذي يبدو أنه بالنظر إلى الرواية فهناك إجمال بالنسبة إلى هذا العمل، ولكن ربما الأنسب أو الأظهر أن يمسك الإنسان بلحيته ومحاسنه في الفقرة الأخيرة يا ذا الجلال والإكرام. خود إن كان محاسن يرفسان از اول دعاست تا آخرش، یک احتمالی که بعضی فرمودن، شاید علامه مجلسی بعضی دیگه هم فرمودن این را. اگر روایت شو نگاه کنید میگه حضرت بهم فرمودن بنویس، منم نوشتم بعد حضرت. و به نسبت الى هذه الجمله الشریفه من الدعاء الشريف، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، فلا يلتبس الأمر على أن يأمن الإنسان من مكر الله سبحانه وتعالى، وهم المحرمات أن يأمن الإنسان مكر الله، فلا يكون معنى أنه كلما عصيت الله سبحانه وتعالى فأنا آمن من سخط الله وعقابه. فالصحيح على أنه يأمل الإنسان عقاب الله حينما أعصى الله سبحانه وتعالى في حين المعصية،
لا في طوال المدة أن يأمن الإنسان من عقاب الله ومكر الله سبحانه وتعالى. فالعندية أي حين المعصية وعند اتيان المعصية. فلا يجازي الله سبحانه وتعالى العبد على ما ارتكبه حين المعصية، فيأمن الإنسان الباري سبحانه وتعالى من الجزاء حين اتيان المعصية. إن اشتباه نشبه أمن از مكر الله كيك از محرماته وآمن ساطر عند كل شر. معناش إن نسك هر كار بكنام هر بدي انجام بدم مأمون هستم که خدا سخط کنه، خودش از محرماته. این عند را زمانی باید بگیریم، یعنی وقت. فالعندية بمعنى الزمانية، لا عند كل معصية وفي جميع الأوقات. أي من السخط خدا هستم عند الشر دائما، چون این از محرماته. به خاطر اینکه این از محرمات این قرینه خارجیه سبب میشه این عند را به معنای وقت بگیریم، یعنی اون خدای عز و جل اینجور نیست. السؤال بالنسبة الى من نسی السورة فما یأتی و ما یقول. الجواب على انه اذا نسی فلا اشکال في ذلك. و اما ما أشكل وذكره الفقهاء حينما يكون الإنسان متذكرا للسورة فيريد أن يتحول إلى سورة أخرى، فالكلام في ذلك الموقع، لا إذا ما نسيه. السؤال أنه إذا نسي السورة ثم ركع من دون أن يتم السورة، الجواب على أنه يجب عليه أن يأتي بسورة أخرى إذا نسي السورة الأولى، ويأتي بسورة كاملة ثم يركع. اینو دارن فقها، اگه فراموشه خود چاره نداره. این در جاییه که اختیاراً بخواد از این سوره به سوره دیگه منتقل بشه، غیر توحید و جهل که این دوتا اگه شروع کرد مطلقا نمیتونه عدول کنه ازش. فالمشهور على وجوب اتيان سورة كاملة بعد الحمد وقبل الركوع. السؤال حول هذه الجملة، من عرف نفسه فقد عرف ربه، فما المقصود من هذه الجملة؟ الجواب على أنه بالنسبة إلى العقائد عبر بالمعرفة، بالنسبة للعقائد يلزم المعرفة وعبر بالمعرفة في المسائل الاعتقادية. ومعرفة كل إنسان بالنسبة إليه وإلى نفسه من أين أتى وكيف صار وما يكون منتهاه وغايته، فقد يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فهو من قبيل الوصول من المعلول إلى العلة. فمن عرف نفسه بهذا المعنى يعرف الله سبحانه وتعالى ويصل إلى الله سبحانه وتعالى، كمن إذا نظر إلى طائرة يعرف أن
لهذه الطائرة صانع قد صنعها. في دار علم يقين معرفة، يقين يمعنى علم يمعنى معرفتك، أما نسبة بعقائد معرفة تعبير شيء. اللهم عرفني نفسك، اللهم عرفني نبيك، اللهم عرفني حجتك. السؤال بالنسبة إلى الوضوء، هل هو واجب نفسي أم غيري؟ الجواب على أن الوضوء دائما يكون واجبا غيريا، لا يكون نفسيا. كهذه الرواية الشريفة، إذا دخل الوقت دخلت الصلاة والطهور. فلأجل الصلاة تكون الطهارة واجبة، وهذا يعبر عنه بالوجوب الغيري. له وجوب وله إلزام وتركه حرام، ولكن بنفسه لا يكون واجبا، بل لأجل إتيان الصلاة أو الطواف مثلا. وهكذا الحال بالنسبة إلى الغسل، يا غسل الجنابة، فهو كما في العروة مستحب نفسي واجب غيري. يعني إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور. وهكذا الحال بالنسبة للوضوء، مستحب في نفسه وواجب لغيره. لأجل الصلاة يكون واجبا. يعني بخاطر الصلاة كطهور واجب شده. مش مجال وجوب غيري. يعني وجوب دار إلزامم هست. تركشم حرامه. اما خودش به خودی خود نیست. بخاطر نماز. نماز. اما بالنسبة الى التيمم فلا يكون مسلما بكونه مستحب، بكونه مستحبا. الوجوب غيرية يعني للغير، للصلاة، مثل خود غسل. حتى هم غسل جنابتك واجبة تعرف داره مستحب نفسي وواجب غيري. لا الوضوء بل في نفسه وضوء مستحب، اما وقت مخدم نماز. بالنسبه للوضوء فهو مستحب في نفسه وواجب في غيره، ولكن بالنسبه الى الغسل والتيمم لم يثبت ذلك. ان يقوم الانسان ويغتسل من دون اي سبب وهدف لم يثبت ذلك. بالنسبه الى غسل الجنابه، نعم مستحب في نفسه وواجب لغيره، وهكذا بالنسبة إلى التيمم. أما در تيمم مسلمني، در غسل مسلمني. نه يعني ببينيش در وضو إنسان همين جور هيتش غرزي هم نداره، مستحب كباشه وضو بيجيره. نه يعني برای یک هدف، برای یک هدفی وضو نمیگیره خودش فی نفس. اما در غسل همچی چیزی ما نداریم، یعنی انسان پاش غسل کنه همینجور، یکی از مستحبات. اما در وضو همین تو پاش وضو بگیره مستحبه.
أما من لم يتمكن من الوضوء بتاتا وحان وقت الصلاة مثلا أو في غير وقت الصلاة، فإنه الطهارة الترابية حينها تكون مستحبة، ولأداء الصلاة مثلا تكون واجبة، فيكون التيمم مستحبا في نفسه بهذا المعنى بل لم يتمكن من الطهارة المائية وأن يتوضأ، ويكون واجبا غيريا. وقد ورد في الروايات الشريفة الوضوء نور، ولم يرد بالنسبة إلى الغسل والتيمم بأنه نور، فهذا يثبت كونه مستحب نفسي، الوضوء مستحب نفسي وواجب غيري. يعني كسي كمحدث وحد الظهر نشده، اگه ظهر شد باید نماز بخونه و باید تیمم کنه، راه دیگه غیر تیمم نداره. این تیمم فی نفسه مستحبه اما للصلا میشه واجب. اینه معناش. نه همین برای خوابیدن جنوب، نه جنوب نیست، حتی جنوب نیست سیامان کنه، همون جام روایت داره. بالنسبة لما تفضلتم من كون أن يصل الإنسان من الخلق إلى الخالق ومن قبيل الوصول من المعلول إلى العلم، بين المعلول والعلة يلزم أن يكون هناك سنخية. الجواب على أنه السنخية بين العلة والمعلول فيما كان مختارا. السنخية في العلة المجبورة وغير المختارة، أما في الأمور المختارة فلا سنخية في المقام. سنخیت بین علت و معلول در کجا شرطه؟ در جایی که علت غیر مختار باشه. اما اگه علت مختار بود سنخیت به چه دلیل سنخیت شرطه؟ علت وقتی که غیر مختار باشه سنخیت میخواد. آهن السؤال بالنسبة إلى الوضوء، من توضأ يتمكن أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا الصبح مثلا، أما بالنسبة إلى التيمم ما هو حال؟ الجواب على أنه دليل التيمم قاصر عن استدامة شرعية التيمم من أداء صلاة الظهر والعصر مثلا إلى صلاة المغرب والعشاء، فشرعية التيمم كان لأجل ضيق الوقت، ومع دخول وقت المغرب فينتهي مدة وأجل شرعية التيمم، فسبب التيمم لم يكن باقيا. وهناك اختلاف على أنه يكفي محل خلاف بعض التيمم لأداء صلاة المغرب مثلا أو لا، دليل قصور دار عزيز كبده تيمم وتيمم كالزهر كرده وش نماز مغرب عشار بخون اگه همون سبب باقيه اشكال نداره، در همون هم بعضي اشكال كرده
اما اگه سبب فرق کرد که نمیشه. يعني وأما بالنسبة إلى التيمم كونه مبيح لأداء الصلاة أو رافع للحدث كان يمس خط القرآن فهناك خلاف في هذا المعنى. يجي هاي أول مسألة خلافه بعضها قلتان باطل مشي بعضها قلتان نه. السؤال بالنسبة إلى الإرادة هل صفة فعل أو صفة ذات؟ الجواب هو صفة ذات، وهذه أبحاث في محلها تطرح ولا أثر فعلي كثير بالنسبة إلى هذه الأبحاث. رب الماء رب السعيد يعدينا هم الفقهاء اجماعين هذا استفاده كردن كفايته من تيمم. هنا اون یه مسئله دیگه است، اون مسئله دیگه است که تيمم مبیح فقط برای نماز یا رافع حدثه که ما میتونه دست به قرآن بکشه همه چیز. هنا محل خلاف. خلق صفت فعلی اما اراده بحث داره، محل خلاف هم هست. اینا یه بحث های عقلیه که اونم اثر خیلی نداره، یعنی به نجا خدا مرید و کاره، اراده داره و کراهت داره. بالنسبة إلى السؤال بالنسبة إلى المرحوم الأخوند في اجتماع الأمر والنهي يقول أنه يستلزم اجتماع الضدين، ما نظركم الشريف؟ الجواب على أنه نعم، أكثر علماء على أنه اجتماع الأمر والنهي يستلزم اجتماع الضدين. فعل أما قبل يعني خدا عز وجل از مليون ها سال قبل اراده داشته که در همچی سالی فلان کس به دنیا بیاد، فلان کس از دنیا بره. اون اراده یا این اراده که الان هست برای این فعل، بعضی هم این فرق رو بودن خواسته بحث مفصلی خودش اون ته و تو روایات چند مختلفه. السؤال بالنسبة إلى التيمم لما كان جائزا ومشروعا بالنسبة إلى المكلف، فما هو السبب في عدم شرعيته واستدامة حجيته إلى سائر الأحكام؟ الجواب على أنه هناك اختلاف شديد بين الفقهاء على أنه التيمم رافع أو رافع للحدث أو مبيح فقط للصلاة مثلا، ونظري على أنه رافع للحدث ومع التيمم يتمكن أن يلمس خط القرآن. اجماعینی این محل خلافت عروه هم داره. ببینید همین فقهایی که حاشیه عروه کردن بعضیشون قبول دارن اینو، بعضی قبول ندارن و اسمشو میذارن تیمم مبیح. السؤال بالنسبة إلى هذه الرواية جعلت الأرض مسجدا وطهورا، هل هو رافع للحدث أو مبيح للطهارة مبيح للصلاة؟ الجواب على أنه هذه الرواية ساكتة عن المعنى فلا تذكر بكونها مبيحة
للصلاة أو رافعة الحدث كالمسجد أيضا، فلا تذكر تمام المعنى، ولا سورة ولا حصارة لهذه الرواية، فلا تحدد المعنى، فهي مجملة يلزم أن يراجع إلى الأدلة الأخرى. فبعض الأدلة على أنه تعمم المعنى بأنها رافعة للحدث، وفي بعض الأدلة فقط كما عليه عادة الفقهاء على أنه بالتيمم يباح الصلاة فقط. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ساكت مفهوم که نداره چیز که نداره سور نداره جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا اما کی طهوره طهوره برای چیه این که گفته نشده توش مثل خود مسجدن مسجدن برای چی قرار داده شده برای نماز مثلا برای سجده قرآن مثلا برای سجده شکر اما مسجد برحمه مطلق باید دید از ادله دیگه چی استفاده میشه از ادله دیگه که مراجعه میشه از بعضی وجوهش استفاده رافعیت حدث میشه وقت میتونه کل ما اشترط به طهاره انجام بده از بعضی ادلهش نه این عموم استفاده نمیشه فقط به قول خود فقها که قائل به این قول هستن مبیح فقط یعنی فقط نماز مباح شده باشه نه باید ده تا شروط استطاعت اگه امسال نیست ولو یکیش نیست سال دیگه هست این سال دیگه مستطیع نه 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 ای السؤال بالنسبة إلى الصلاة الاستجارة كيف يؤتى بها أن يأتي بالصلاة لعدة أيام في مثلا وقت صلاة الظهر والعصر أو أنه يجب إتيان كل صلاة في وقت فريضتها أن يأتي بالصلاة في وقت صلاة الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء في وقت صلاة العشاء الجواب أنه لا أشكال في ذلك إلا إذا اشترط الذي أعطى الصلاة على المصلي هذه الكيفية صلى الله على محمد وعلى آله